هذا الخبيث النجس يقول عائشة رضرض الله ضلوعها: أقول لك ما يسوءك يا كلب، ما لك أم في حما أسد معروفة فاحترق بالنار، يا كلب مقنعا بقناع الخزي والعار، لست من أهل الباس وستبقى منكس الراس، فنحن أناس عودنا عود نبعة صليب، وفينا عزة لا تزور، ولولا أن يقالوا هديت أم المؤمنين ولم نسمع لقائلهم جوابا لرغبنا عن هجائك يا كليب، وكيف يشاتم الناس الكلاب، يا دخان النفط وصنان الإبط وجشاء المخمور ووتد الدور، يا عديم الوقار لأرينك النجوم بالنهار، ولأسلطن عليك وعلى كل رومي راجمات نجومي، ولأرمينك بكل قافية دهياء لا تبقي ولا تذر، ولأقذفنك بقعر بئر شاطن متنازع الأرجاء والأشطان، ولأقذعنك وأجدعنك بأحرف مسمومة من يابس المران، سهاما حدادا لو لسهلان فوقت لهدت بها منه الذرى والمناكب، ليس لفهم البهائم من سبيل، والحمير لا تعرف طعم الزنجبيل، ومن أين للمزكوم أن يعرف الشذا، هل ضر أن عاب السها شمس الضحى، فلتخسأن يا شر من تحت السما، شلت يديك وعم عينيك العمى، وجزيت تبا عاجلا ما دام يتلو قارئ في مصحف تبت يداه.